أدعو معالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوغندا السيدة روكيا إنسيجانا ناكادما لإلقاء كلمتها، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Royal Highness. صاحب سمو الملكي، ما أصحاب المعالي وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، سيداتي وسادتي، نعبر عن شكرنا وامتناننا وتقديرنا لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة التي قدمت لي أنا شخصيا ولأعضاء الوفد المرافق منذ زيارتنا إلى هذه المدينة الرائعة، مدينة الرياض. كما أنني أيضا أود أن أنقل تحيات رئيس جمهورية أوغندا للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد. إن رئيسنا يقدر الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والعالمي. سيدي الرئيس، نحن نجتمع في وقت مهم جدا، حيث أن إخواننا وأخواتنا في فلسطين يعانون من هذا العنف من قبل إسرائيل والذي له أبعاد تاريخية. فإن إسرائيل لابد أن توفي بالتزاماتها وفقا لمعاهدة جنيف. النساء والأطفال والمعاقين وكبار السن وشعب فلسطيني عامة وتحديدا في غزة يعانون ليل نهار القصف دون الاعتبار للقوانين الدولية وتحديدا معاهدة جنيف. من الواضح فنحن ننظر في هذه المأساة إن المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الإنسانية الأخرى يتم استهدافها، إن المدنيين وحتى المستشفيات يستهدفون عمدا، إن أوغندا تؤمن بأن الشعب الفلسطيني يستحقون السلام، وبفعل يستحقون السلام. إن العالم لابد ومن خلال الأمم المتحدة أن يحقق لهم العدالة، فلزمن طويل كانوا ضحية للاعتداءات الإسرائيلية. هذه القوة التي لم تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة، وإن الأمم المتحدة قد فشلت في مهمتها ليس فقط لإنفاذ قراراتها، ولابد من اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنفاذ أو لتحقيق الأمن والسلام للشعب الفلسطيني وعلى مستوى المنطقة أيضا. المثير القلق أيضا هو أن النزاع الحالي هناك إمكانية لانتشاره إقليميا مع تبعات سلبية لتحقيق الأمن والاستقرار العالميين. إن أوغندا تدعو الدول الداعمة لإسرائيل لإدراك المخاطر التي يحمل هذا النزاع. أصحاب السمو، أصحاب المعالي، إن أوغندا لها وجهة نظر لتحقيق السلام، فلا بد أن أخذ هذه الرسائل بعين الاعتبار. أولا وقف لإطلاق النار مع انسحاب مباشر من القوات الإسرائيلية من غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة، وإعادة كل الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالخدمات الصحية وخدمات الكهرباء وخدمات أخرى، وأيضا رفع الحصار عن غزة. سيدي الرئيس، بينما هذه الإجراءات مهمة جدا، علينا أن ندرك أيضا أنه على المدى الطويل فإن الشعب الفلسطيني يحتاجون إلى دولة ومكان يمكن أن يسمى وطنا بعد أكثر من 70 عاما من الاحتلال. وحل الدولتين
حيث تعيش في إسرائيل وفلسطين بسلام جنبا إلى جنب، هو هدفنا النهائي. ودون وجود هذه المعايير فإن أقدار الناس هناك ستكون حلما فقط. ندعو المجتمع الدولي أن يتعهد بهذه الالتزامات. من أهمية المكان أيضا أن كل الداعمين لإسرائيل أن يدركوا المخاطر طويلة المدى، وهذا الدعم الأعمى له أثار على المنطقة وعلى المجتمع الدولي. وأخيرا سيدي، أود أن أؤكد على دعم أوغندا لمعاناة الشعب الفلسطيني، ونعيد ونوضع التزام أوغندا بقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين، كما أننا ندعو كل الدول الأعضاء أن تستمر في التقدم وتحقيق الوحدة في ظل الظروف الراهنة والتحديات القادمة. دون الوحدة فإن التحديات والطموحات للشعب المستني نتمكن من تحقيقها والتغلب على التحديات. أشكرك سيد الرئيس وأشكركم جميعا نيابة عن دولتي. شكرا لكم.